الشخص المشترك بالاشتباك مع القوات الأمنية واللي حاول أن يلوذ بالفرار بعد مقتل الأفراد التابعة إلى مجموعته تم اعتقاله من قبل مكافحة إجرام البصرة. اسمك؟ رعد. عمرك؟ 42 سنة. نعم؟ 42 سنة. 42 سنة. نعم. شنو شغلك؟ عملك؟ سابقاً موظف و... موظف؟ انفصلت. نعم. وين موظف؟ دارة الكهرباء. دارة الكهرباء. نعم سيد. شنو تحصيلك الدراسي؟ متوسطة. متوسطة. نعم سيد. رعد بدي اشرح لنا كيف بديت انه تتعاطى المخدرات المادة الكبستال وكيف انه تحولت من تعاطي الى تجارة ظليت تبيع. اشرح لنا. نعم. بديت التعاطي مادة الكريستال بشهر الثاني بسنة العشرين. نعم. تقريبا ظليت شهر او اكثر من شهر بس اتعاطى. شهر؟ نعم سيد. اكثر من شهر. نعم. نعم. فالشخص اللي كنت اتعاطى وياه قال لي انت ماذا يعني ما عندك شغل وكذا، ليش ما انا اجيب لك وتبيع وتطلع مصرفك ودخانك يطلع ببلاش. يعني قال لك انه هم تتعاطى انت ببلاش هم راح تحصل فلوس. نعم سيدي. فبقيت ابيع بهاي الماده. بقيت تبيع؟ نعم سيدي. نعم. وشهر الثامن تقريبا نص شهر الثامن. ايش قد ظليت تبيع؟ سيدي من الشهر الثاني الثالث تقريبا للثامن للتاسع. للتاسع؟ نعم سيدي. تقريبا ستة اشهر او سبعة نعم سبعة اشهر. نعم سيدي. تمام. فتعرفت مروان يعني هو بالمنطقتي بس ما عندي علاقه به يعني. تعرفت تقصد على المتهم مروان؟ نعم. نعم. جاني هو صديقه حسن. جاك هو صديقه حسن. نعم سيدي. نعم. فراد من عندي ماده الكريستال اعطيته. يعني اجوا من جوك حضروا لك؟ نعم سيدي بالشارع يعني. حضروا لك المتهم؟ نعم سيدي. مروان؟ مروان وحسن. حسن. اي فانا بعد ما اعرف علاقه حسن ومروان شنو بوقتها مجرد يعني هم اصدقاء. كان حضورهم لك لغرض التعاطي؟ ياخذون من عندي ماده الكريستال. يشترون منك؟ نعم سيدي. نعم. اي فبعدها بفتره التقيت بمروان. بعدها فتره التقيت بمروان؟ اي بعد فتره ايام يعني. يعني ايش قد ظليت خلال ايش قد كم يوم وايش قد ظل يتردد عليك؟ يعني هو اكثر من مره يخابرني انا اروح انطي سيدي مروان ماده الكريستال. نعم سيدي. نعم. لان انا باعتباري بعد ابيع ماده الكريستال افتر بالشارع. تفتر بالشارع؟ نعم سيدي. تبيع للشباب؟ يخابرني اروح له. يعني يخابرك على التليفون؟ نعم سيدي. تروح توصل له؟ نعم سيدي. من ضمنهم المتهم؟ نعم. مروان. مروان. فاعطيته ثلاث مرات اربع مرات انه قال لي اريد انا سلاح اكو جماعه عندي خصم وياهم بالشارع. وهو يعرفهم. يعني قبل الحادثة طلب منك سلاح؟ نعم سيدي. شنو نوع السلاح؟ بندقية كلاشنكوف. بندقية كلاشنكوف؟ نعم سيدي. مالتك عادلك؟ نعم سيدي. نعم. فكودا هو صديقي يعني ومن منطقتي شلت البندقية وانطيتها له. شو بعد اقل اسبوع قال من طلبها منك؟ نعم سيدي. وضح لك شنو الاسباب وليش رايد البندقيه؟ لا سيدي ما قال لي شنو بس قال لي انا اكو جماعه خصوم وجاي يعبرون على بيتي بيت اهلي ويرمون لي يعني. يعني حدد لك انه عنده مشكله؟ مشكله بس مو يا حسن. مو يا حسن. اشخاص غير اشخاص. اشخاص غير حسن. نعم سيدي. فقال انا البندقيه احمي روحي خاف يجون يرمون لي فوق ارمي طلقتي هيك على مود يدرون انه انا عندي سلاح يعني ما يترددون علي. نعم. مجرد اخافتهم يعني. نعم. اي فاقل اسبوع اجى ظل يداعيني بحسن قال حسن ماخذ دراجتي وغراض من عندي ويلتقي يمكم احنا ما شايفين حسن قال نعم. لا في كرار خابر لي كرار خلي يجي خابرت كرار اتصلت علي اجى كرار المتهم الاخر كرار نعم سيدي فصعدنا بالستوتر احنا البيت كرار رحتوا البيت كرار نعم سيدي طبينا جوا البيت كرار قعدنا وسولفنا وياه قلنا له هذا البيت دور اذا لقيت حسن صديقك يمنا انت حقك علينا يعني من خلال كلامك نعم سيدي المتهم مروان كان يجي يريد حسن من عندكم؟ نعم سيدي. لأنه واصل لأنه حسن جاي يلتقي وياكم؟ نعم سيدي يلتقي ويانا وهو ما يعلم. نعم سيدي. نعم. وهو يعني حالته بوقتها سيدي من كنا نتعاطى مادة الكريستال يعني نروح بغير وعي. تروح بغير وعي؟ نعم سيدي. نعم. بوهم. نعم. يعني نحس أنه الدنيا كلها تمشي ورانا ومراقبتنا وخوف ورعب. خوف ورعب. نعم سيدي. زين من خلال هذا هسه أنت كلامك تقول خوف ورعب ورعب ولا زين معلم أنت بالنسبة إليك. نعم سيدي. خوف ورعب. نعم سيدي. جاي إنه أنت تدري هذا الطريق اللي جاي تمشي به. نعم سيدي. هذا الطريق غير مشروع. نعم وهذا سيد. الطريق طلب. يؤدي إلى التهلكة. نعم سيدي. لعد اشرح لنا شلون كنت تمشي به أنت شلون أمشي به سيدي أمشي به قلت لك كودن بعد انفصلت من وظيفتي.
انفصلت من وظيفتك؟ نعم سيدي، وظليت يعني ما عندي لا شغل ولا هوانا. شنو السبب اللي انفصلت من وظيفتك؟ السبب صارت عندي مشاجرة. مشاجرة؟ نعم سيدي، وتوقفت على أثرها 3 أشهر. نعم. فمن طلعت من التوقيف ما عادوني وظيفتي. إذا معناته من الأساس أنه أنت انفصلت من وظيفتك نتيجة أفعالك الغير قانونية. نعم سيدي. نعم. إيه، فقلت سيدي، قلت لك التقيت بشخص قال لي أنا أجيب لك وتطلع مصرفك وتطلع دواك دخانك طالع ومشي، والتقيت بمروان فصارت هذه الحادثة. إلى أن وصلنا البيت كرار بيوم الحادث، وهو اللي لقيته وياه. وصلت وين؟ البيت كرار. البيت كرار بليلة الحادث. اللي هي اللي أنت بالدراجة النارية اللي ستوتة. الستوتة اللي عايدة الكرار سيدي. نعم. إيه، فطبلنا البيت كرار، حكينا سولفنا، قلنا لا ما شايفين مثل، طلعنا بالباب. صارت إشكالات وخلافات البيت كرار بيناتنا. خلافات منو منو؟ أنا ومروان وكرار. خلافات على شنو كان؟ لأنه هو جاي يعني سيدي يريد حسن من عندنا. يريد حسن من عندكم. نعم سيدي. تمام. وحسن ما موجود. نعم. قال لا، هو خاورني أكو سيارة جاي يفتر بيها هنا. أنا قلت له إحنا ما شفنا يعني ما ندري عنده سيارة أو ما عنده سيارة أو ما عنده، ما ندري بيه هذا الشيء. نعم. هو صاحبك أنت، تابعه وشوفه وين يروح. قال حكي، طلعنا برا بالباب دار المتهم كرار. نعم. جاي نسولف، هو البندقية بيده. فقال لا، هو بسيارة اجت صدفة، اجت سيارة الشباب المغدورين اللي انقتلوا، اجت مقابلنا بالليل تمشي كرار. قال له السفر الله يقول في هاي السيارة، احنا شلون نعرفه؟ منو اللي قال؟ المتهم كرار. متهم كرار قال المتهم مروان. نعم سيدي. نعم. فقال له يعني خب ما احنا يعني نعرف به وين يروح وين جاي، لان احنا ما متابعينه ولا لنا علاقة به ولا لنا صلة به، مجرد هو اجى وياك اخذ الكريستال من عندي وانتهى الموضوع. نعم. اي، فسيارة قبل لا توصل لنا لافت بالفرع. نعم. فهو احنا قلت لك سيدي طابين بوهم ويعني من اثر دخان مال الكريستال. بالنسبه للسياره من اجت بالقرب من عندكم. نعم سيدي. ناديتوه استوقفتوه. نعم سيدي، هو ما وصلت لنا السياره قبل لا توصل لنا تقريبا 5 مترات اكو فرع على الايد اليمين. نعم. لافت بالفرع، فصار الشك عنده موثق ومتاكد بانه هو بالسياره، ليش لاف؟ هو بالسياره. اي يعني معناته انه حسن بالسياره. نعم. اي فليش لاف؟ صح عليهم اوقف ما اوقف. فسيدي ركض ضرب ورا السياره صلي للبندقيه. المتهم مروان؟ نعم سيدي. فصحنا عليه قلنا له تعال لا يجون، احنا بوقت سيدي ما توقعنا انه مثل ضارب السياره او لايح السياره او احد الاشخاص يعني صوب او انقتل. من خلال اقوال المتهم مروان. نعم سيدي. يقول انه انت قلت لي اطلق النار عليهم. سيدي احنا مو قلنا له اطلق النار بهاي العباره، لان احنا اصلا يعني مو بوعينا، لان احنا متعاطين ماده الكريستال. نعم. بس كرار قال له يعني فرض بهاي السياره ترمي، قال له اي ارمي. فالسياره قلت لك سيدي صدفه جايه، وهي احنا طابين بوهم يعني مو بوعينا. بعد طلق النار عليهم؟ اطلق النار شردنا سيدي. كم اطلاق انا بوقتها؟ سيدي صلية تقريبا. صلية؟ نعم سيدي ما اعرف حسب. انت بالنسبة لك كنت شاهد عيان؟ نعم سيدي. شاهد عيان ومشترك انت بالجريمة؟ نعم سيدي. بعد اطلاق النار؟ نعم سيدي. رحت شفتوهم؟ ما رحنا شفناهم سيدي، ما درينا فارقوا الحياة بلحظتها؟ ما عرفنا بهذا الشيء سيدي الا ثاني يوم. ما عرفتوا الا ثاني يوم؟ نعم سيدي. ورا اطلاق النار وين توجهت؟ رحنا البيت ولد صديق، التقينا هناك بنقعد ندخن نشرب مادة الكريستال. نعم. فتفارقنا قبل أن أوصل لمكان الحادث، هو راح البيت هم وأنا رحت البيت. ثاني يوم يلا سمعنا أنه أكو شباب 2 مقتولين. ثاني يوم. نعم سيد. اعترافات خطيرة لأحد المنفذين لعملية الاشتباك اللي حصلت مع القوات الأمنية تحديدا مكافحة إجرام البصرة، ولحظات قتل العائلة بالكامل واستهداف أحد الحراس. أنت بالنسبة لك والمتهم الآخر. نعم سيد. مشيتوا بطريق غير مشروع. نعم سيدي. مشيته بطريق غير قانوني. نعم سيدي. ومهما طال الزمن مصيرك انت والمتهمين الاخرين. نعم سيدي. يلقي القبض عليكم وتودعون التوقيف. نعم سيدي. ما فكرت بلحظه هذا مصيرك؟ والله سيدي تغلب علينا كل ماده الكريستال، تغلبت علينا والمخدرات. تغلبت عليك ماده الكريستال؟ نعم سيدي. زين. بالنسبه بعد الحادث وتوجهت لبيت صديقك، البندقية وين؟ عند مروان بقت سيدي. بقت عند مروان. نعم سيدي. ورا انت ورا ما تنفذت الحادث ما التقيتوا بعد؟ لا سيدي، بعد ورا الحادث بيومين سمعت انه تم القاء القبض على مروان. تم القاء القبض على مروان؟ نعم سيدي. وانت؟ انا بعدها باسبوع تم القاء القبض علي من قبل قسم مخدرات البصرة. من قبل قسم مخدرات البصرة؟ نعم سيدي، تم احالتي الى قسم جرائم البصرة.
ليش لقوا القبض عليك؟ على شنو؟ قبضوني ابيع ماده الكريستال. تبيع ماده الكريستال؟ نعم سيد. يعني انه انت بعد باشرت ببيع الكريستال؟ نعم سيد. وشاركت بقتل شخصين شباب مغدورين بعد مقتبل عمر؟ نعم سيد. يعني انه انت مو بس انت دمرت حالك، اصبحت تروج الى دمر الشباب، مو؟ نعم سيد. مو صح؟ نعم سيد.